الفترة الثانية دكتور كانت مع الأمير سلطان بن فهد. نعم. أعتقد بأنها فترة هي امتداد للفترة الأولى مع نعم. اختلاف الظروف. نعم. والأمير سلطان يعني بذل كل جهد. أولاً أخلاقياته أيضاً يبدو أنه أولاد الملك فهد كباقي أولاد أفراد الأسرة المالكة يتمتعوا بأخلاقيات معينة. فأنا اللي عملت معهم الأمير فيصل، الأمير سلطان، الأمير نواف. في الحقيقة يعني الأمير سلطان رجل طيب جدا، أخلاق عالية جدا، مرن في تعامله، ويتمنى أن يكمل المسيرة التي يعني انقطعت بوفاة سمو الأمير فيصل رحمه الله. ومع ذلك حدث يعني أشياء كثير، منشآت جديدة قيمت في عهده، وتطور في عملية العلاقات مع الدول العربية والدول الخليجية في مجال الرياضة، ومكانة في العالم هي استمرت. وبالتالي يعني فترته برضو من الفترات الجيدة.